بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاشبال. النهارده ان شاء الله في الجزء الثاني هيكون ضيفي وضيفكم في برنامج الاشبال نجم الاهلي السابق الكابتن هشام حنفي، والحديث عن قطاعات الناشئين وايضا عن الكره المصريه، وايضا كمان عن النهارده قرعه الدوري الممتاز 2021 2022. وما شاء الله شفنا بدايه مبشره بنتمنى فيها كل الخير للكره المصريه. قبل ما نروح لحلقتنا النهاردة اللي عندنا فيها أخبار كتير، وأيضا كمان عندنا أهداف من مسابقات الناشئين، وأيضا كمان هنتكلم عن فرق القطاع ما شاء الله اللي ابتدت المسابقة وعاملين نتائج أكثر من رائعة ما شاء الله. كل فرق القطاع فازت، كان أول أسبوع في مسابقة الدوري السنة دي في 2001 و2003 و2005 و2006 و2007 خمس فرق في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بيلعبوا بطولة جمهورية. الخمس فرق في الأسبوع الأول حققوا كل الفوز في كل المباريات. قبل ما نروح لحلقتنا وأخبارنا حابب أتكلم عن منتخبنا الوطني، منتخبنا الوطني اللي مبارك له على الفوز الكبير امبارح على منتخب ليبيا، فوز كبير في عكر دار منتخب ليبيا وعلى ملعبه وسط أيضا المجموعة القليلة اللي كانت حاضرة من الجماهير. الحلو امبارح في مباراة الأمس اللي فاز فيها منتخب مصر بنتيجة ثلاثية، الأداء كان شكله حلو، كيروش بمعنى كرة ماشي في الطريق الصحيح. امبارح بعد المباراة شفنا التفاف جماهير كبير والحديث عن منتخب مصر، ده اللي احنا كنا بنفتقده خلال الفترة السابقة مع الجهاز السابق بقيادة الكابتن حسام البدري. كيروش شفنا أداء رائع أكثر من رائع في الثلاث مباريات اللي لعبهم مع منتخب مصر. في البداية كان أمام ليبيريا، المباراة أيضا مع منتخب ليبيا اللي فزنا فيها 1-0 في برج العرب، وكان الأداء فيها بعض يعني في بعض الوقت المباراة ما كانش أفضل حال، لكن امبارح الأداء ما شاء الله مع النتيجة. امبارح شفنا استحواذ كبير من بداية المباراة للاعبي منتخب مصر، شفنا التمريرات القصيرة، شفنا الحاجات الحلوة اللي ظهرت امبارح في مباراة الأمس. امبارح شفنا الخطوط متقاربة، دي كلها نقاط إيجابية من مباراة الأمس، مباراة منتخب مصر أمام منتخب ليبيا. منتخب مصر فكرنا بالكرة الحلوة اللي كنا بنلعبها في 2006 و2008 و2010 مع الكابتن حسن شحاتة. أكيد الفترة قصيرة اللي تولى فيها كيروش لسه محتاج فترة أكبر عشان يحفظ اللعيبة بشكل أكبر، محتاج يتفرج على الدوري المصري علشان يعرف كل إمكانيات اللعيبة. كيروش مدرب جريء، النهاردة لما يكون عندك مدرب ويقدر يكسب بره ملعبه وبثلاثية أمام فريق برضه كان في الصورة وكان بينافس، فده شيء يحسب لمستر كروش وأيضا الجهاز المعاون. امبارح في مكاسب كبيرة جدا. لما بنتكلم بلغة الكورة مصر خلاص الحمد لله المنتخب المصري بنسبة يعني تتجاوز 80 و90%، ممكن نكون حطينا قدم أولى في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم. ده شيء جيد. المعسكر اللي جاي اللي هيكون في شهر 11 عندنا ماتشين، هيكون امام منتخب انجولا ومنتخب الجابون، ده الماتشين اللي هيكون في نهايه المجموعه، وايضا كمان لسه هنشوف جدول المسابقه. وكمان مستر كروش اللي حريص دايما في كل تجمع انه يكون انه يكون مجمع اللعيبه ويقدر يعرف امكانيات اللعيبه، كان حريص على مباراه ليبيريا. المعسكر اللي جاي هيكون حريص ايضا انه يعمل ماتشين على الاقل وديين علشان يتعرف اكتر على امكانيات اللعيبه، واللعيبه تعرف كمان اسلوب وطريقه لعب كروش. امبارح شفنا يعني الشكل ما شاء الله، وان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون الشكل افضل وافضل مع المعسكرات كمان اللي كمان رابطه الانديه هتيجي، هتوفر اكيد مساحه كبيره لمنتخبنا والمستر كروش، وهيكون في تنسيق كبير. كمان النهارده عايز اتكلم عن الرابطه اللي هي ان شاء الله يعني هتغير شكل الكره في مصر. كنا احنا محتاجين وكنا بنتكلم عن الرابطه دي انها تكون موجوده من سنين في الكره المصريه. الحمد لله موجوده السنه دي ناس محترمه، الاستاذ احمد دياب، وفي العضويه طبعا موجود نائب الكابتن عماد متعب وبقيه اللجنه، وطبعا الحاج عامر حسين، ناس من لهم خبرات كبيره. الشكل النهارده الشكل مبشر، البدايه مبشره. اتكلموا النهارده عن تحديات مع الرابطه في الموسم الجديد هتكون ان شاء الله لو قدروا يحققوها، وهم ان شاء الله قادرين ان يحققوا هذا اللي هم بيفكروا فيه بالشكل اللي هم بيرغبوا فيه،
ان شاء الله هيكون اضافه للكره المصريه. النهارده لما بنتكلم عن حضور 2000 من الجماهير المصريه في كل مباراه، 2000 مشجع في كل مباراه، 1000 لكل نادي، ده شيء ايجابي، واحنا النهارده بنشيد بهذا القرار لو تحقق. النهارده اكيد هيكون في تنسيق مع الامن، كل المباريات هيكون فيها جمهور، ده اللي احنا كنا بننادي بيه من زمان. النهارده لما تيجي الرابطه وتنسق مع الامن ونشوف الجمهور وتكون البدايه 2000 في كل مباراه، 1000 لكل فريق، ده شيء بنقول لهم شابوه عليه لو تحقق. النهارده كمان الدوري الممتاز هيكون ليه بدايه وليه نهايه. ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه من زمان. اكيد الرابطه اتكلمت عن كذا شكل، اتكلمت عن كذا شكل للدوري، لكن وصلت مع الانديه ان الشكل النهائي هيبتدي الدوري 25 اكتوبر وهينتهي في 30/8 اغسطس. بدل عندنا بدايه وعندنا نهايه، اكيد ده شيء جيد. كمان نقل الدوري، نقل الدوري بتقنيه الاتش دي و10 كاميرات، هنشوف خدمه 5 نجوم زي ما بيقولوا بلغه الكوره. الخدمه اللي احنا كنا مفتقدينها مع الفار، الخدمه اللي احنا كنا مفتقدينها مع الفار، كنا بنشوف العاب كتير، العاب يعني كانت مسار للجدل. لكن النهارده مع الخدمه دي والمشاهد كمان والمشجع المصري وهو قاعد في بيته بيتفرج على نقل المباريات بتقنيه الاتش دي، اكيد شيء هيضيف للكره المصريه وهيغلي المنتج بتاعنا اللي هو الدوري المصري اللي ممكن يحقق ارباح كبيره جدا مع هذه الرابطه. نروح لواحد يعني عضو رابطه الانديه الحاج عامر حسين، تحياتي ليك يا حاج عامر. يا كابتن وسام، ازي حضرتك؟ كله النهارده ما شاء الله، شكل النهارده حاجه جميله وبدايه مبشره. الحمد لله، الحمد لله ربنا كرمه وبدانا بدايه كويسه، يبقى شكل كويس الحمد لله. النهارده من ضمن القرارات اللي قالتها الرابطه ان شاء الله، او الاستاذ احمد دياب رئيس الرابطه كمان، دخول 2000 مشجع في بدايه الدوري، الاعداد ممكن تزيد بعد كده، 2000 ده شيء جيد. آلية الدخول بقى حاج عامر واحنا بنتكلم ان في خطوه زي دي خطوه مهمه، ان شاء الله لو حققت نجاح في البدايه اكيد هنشوف اعداد كبيره بعد كده، لكن الآلية مهمه جدا. طبعا اهم حاجه الآلية ان احنا نساعد الامن على طريقه الدخول والخروج عشان سهوله حضور الجماهير، لان احنا طبعا في عدد اكبر من كده، انما عشان نطلب العدد الاكبر لازم احنا الراجل اللي علينا. الصوت بس يا حاج عامر. وشروط الجماهير. هيكون في تعاون مع احد المؤسسات علشان دخول الجمهور؟ ان شاء الله زي ما كان حصل في سوره الامم الافريقيه عن طريق تذكرتي ان شاء الله، وهيبقى في اجتماع قريب عشان الاليه دي يتم اعلانها، وهيبقى في اجتماع مع ال 18 نادي عشان برضو نرتب كلنا مع بعض طريقه الدخول، لان احنا المنظومه كلها عايز التجربه دي تنجح عشان احنا طمعانين طبعا عدد زياده وفي وقت سريع يعني. يعني ان شاء الله مع اول مباراه في الدوري الممتاز او الاسبوع الاول هيكون ان شاء الله الجماهير متواجده في المدرجات. ان شاء الله مع اول مباراه ان شاء الله. ان شاء الله. النهارده شفنا جدول المسابقه. النهارده حته تحديد بقى الملاعب والمواعيد ما شفناهاش النهارده، هل برضه سيتم لاحقا الاتفاق مع الانديه او مع الامن في حته المواعيد والملاعب؟ لا، المواعيد احنا بنحددها في اداره المسابقات، انما الملاعب الانديه كلها حددت الملاعب. في مشكله بس في نادي واحد، نادي المقاصه، ان هو جايب بالفيوم وتليفونات بني سويف. طبعا مش جاهزين للفار وبعض الامكانيات الاخرى مش موجوده فيها. فالنهارده بلغنا المندوب الاستاذ وليد البهويدي، كابتن وليد، ان هو يشوف ملعب صالح بديل في كل الامكانيات عشان نقدر يبقى الشكل كويس. تمام. النقطه المهمه جدا اللي اكيد هتسال عليها الانديه وخاصه الانديه المشتركه في افريقيا، الاهلي الزمالك، النهارده بنتكلم ايضا عن بيراميدز والمصري في الكونفدراليه، حته ترتيب مواعيد المباريات، المباريات الافريقيه اللي موجوده في مصر قبلها بكم يوم ممكن الانديه بتلعب، وايضا المباريات الخارجيه ممكن الانديه بتلعب قبلها بكم يوم يا حاج عام. يعني احنا بشكل عام كده عملنا توازن، ان احنا عشان نبعد عن الانديه تلعب بين المباريات في دور الثمانيه وقبل النهائي اللي فيها خروج المغلوب ما فيهاش تعويض، عشان ما نلعبهمش في بين المباريات ديت، قلنا هيلعبوا بين المباريات فقط في دور المجموعات. الفتره اللي فيها دور المجموعات هم بس اللي هيلعبوا بين المباريات الافريقيه، بين المباراه والمباراه،
على حسب اللي هيلعب بره، يجي يلعب على رابع يوم، فبالتالي قبل المباراه اللي هنا هيبقى على ثالث يوم. يعني النهارده المباراه الخارجيه هيكون على الاقل قبلها اربع ايام، صح كده؟ يعني يرجع يلعب رابع يوم. يرجع يلعب رابع يوم. قبل الماتشات اللي هنا يلعب افريقيا ثالث على ثالث يوم، يعني يلعب قبلها بثلاث ايام. تمام. جدول قبل كده حاج عامر كنا بنشوف بس بتاع دوري المجموعات عشان ما نضغطهمش في دور الثمانيه والدور قبل النهائي. يعني ده بدايه من دوري المجموعات. ايوه. تمام. كنا قبل كده الموسم اللي فات كنا بنشوف الجدول مضغوط بشكل كبير، يعني استحاله اي لاعب في العالم يستحمل الجدول اللي احنا كنا بنشوفه كل 48 ساعه، من الممكن نشوف الجدول ده تاني السنه دي برضو في ظل احنا بنتكلم ان عندنا ارتباطات دوليه كتيره، بطوله العرب، كاس امم، تصفيات كاس عالم، الجدول وشكل الجدول هل ممكن يرجع يبقى مضغوط تاني ولا ممكن يبقى فيه اريحيه برضو علشان الراحات واللعيبه والكلام ده كله؟ يعني احنا شرحنا للانديه ان احنا طبعا في مشاركات كتير، فبصفه عامه احنا لو في مباراتين بيلعبوا على ثالث يوم، الثالثه لازم تتلعب على رابع يوم. مظبوط. مفيش اكتر من مباراتين تتلعب على ثالث يوم. والفتره بتاعت بدايه الدوري هي من يوم 25، طبعا الانديه جايه مش فتره اعداد ولسه مش داخله الفورمه. تمام. فهنلعب على طول على رابع يوم، مش هنلعب على ثلاث يوم خالص. وده شيء ممتاز جدا، ده شيء ممتاز جدا، وشيء كمان لغايه الاجنده بتاع شهر 11، ثلاث مباريات هنلعبهم قبل الاجنده بتاع شهر 11 هي انجولا والجابون، هنلعب على رابع يوم مش ثالث يوم. تمام. وده شيء جيد. وحضرتك تتكلم عن الاجنده الدوليه بقى كروش، عايز اسالك اكيد كروش برضو الجدول اللي حضرتك بتحطوه لجدول الدوري الممتاز، التوقف الدولي اللي جاي هيبقى يوم 7 او 8 نوفمبر، النهارده اكيد كروش طالب مباريات دوليه، كم مباراه ممكن يكون كروش حاططها في حسابات الرابطه علشان برضو اكيد الدوري هيتوقف علشان عايز يعمل مباريات دوليه اكتر للاستعداد والتعرف على لاعبي المنتخب؟ الاجنده من 8 ل 16 اجنده رسميه، انت هو بيحب ياخد يومين قبل، يعني قبل الاجنده. يعني قبل 8 هيبقى في يومين بس. لان هو طبعا الفتره دي مش هيقدر يلعب مباريات وديه، طبعا هو كان عايز بس عشان هو لسه جاي جديد عايز يعرف الفرقه كلها ويشوف اللعيبه كلها. انما ده الدوري هيبقى شغال خلاص، هيشوف الفرقه كلها وهيبقى في مباريات قويه، يعني الدوري بدأ الجدول مباريات قويه جدا، فبالتالي هتبقى فرصه ليه ان هو يشوف اللعيبه كلها. يعني اخر مباراه في الدوري هتكون يوم 5 نوفمبر، وبعدها من يوم 6 مستر كروش يجمع لعيبه المنتخب بتاعه لغايه ما يكونوا الدوليين محترفين في الخارج، يعني من يوم 8 طبقا للاجنده. مشكله القيد الافريقي بقى يا حاج عامر، الدوري هيفضل شهر 8، حته الانديه دلوقتي اللي لسه ما قيدتش اللعيبه بتاعتها زي النادي الاهلي، القيد هيتكرر برضو في السنه الجايه ولا الاخبار ايه؟ لا ان شاء الله الامور دي عايزه بقى عايزه حلول ثانيه، وعايزه امور تمشيك مع الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي نفسه وكابتن اسامه يعني تخيل ما حددش السوبر الافريقي لغايه دلوقتي، والاتحاد الدولي ما حددش كاس العالم الانديه لغايه دلوقتي. ده طبعا اللي خلانا ان احنا ما نطلعش الجدول كامل، يعني هنطلع بس لغايه امم افريقيا وبعد كده نكمل الباقي لما ينزلوا الاصابتين دول. احنا ان شاء الله في النهايه كده بنتمنى لكم كل التوفيق يا حاج عامر، يعني المهمة مش سهلة، المهمة صعبة، لكن انتوا ان شاء الله قدها ودود، وان شاء الله يعني تحطوا الكرة المصرية على المسار الصحيح. حاج عامر حسين عضو رابطة الأندية بنشكرك شكرا جزيلا. دي الشكل النهاردة زي ما بنتكلم ان البداية الحمد لله شكل جميل، البداية مبشرة من بداية القرعة. كمان الوعود اللي قالوها النهاردة من حضور الجمهور، بداية الدوري ونهايته، المواعيد دي كلها شيء يعني لازم يكون محطوط في الحسبان ان شيء محترم، بس بشرط انه يتحقق. الحاجه الثانيه برضو الحاجات الصغيره بقى اللي كنا بنشوفها، التحكيم لازم نهتم بعنصر التحكيم، ده عنصر مهم جدا عشان نرتقي بالمسابقه. النهارده بنتكلم عن مسابقه الدوري الممتاز، نتكلم عن منتج او سلعه ممكن يحقق ملايين الملايين، فالنهارده لما يكون عندك رابطه تقدر النهارده تشتغل وتطور في هذا المنتج. واحنا كنا بنتكلم من شويه قبل مداخله الحاج عامر حسين عن منتخب مصر اللي ادى اداء اكثر من رائع امام منتخب ليبيا، وقلنا فيه ايجابيات كبيره. امبارح شفنا لقطه محمد الشناوي حارس منتخب مصر وحارس مرمى النادي الاهلي، وهو بيخرج وهو بيتكلم مع كابتن عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب، وهو زي ما بيقول له يعني انت ليه خليتنا شوط؟ ما انا عمال اقول من اول المباراه ان انا ما شوطش الكوره.
النهارده دكتور النادي الاهلي او الجهاز الطبي الدكتور احمد ابو عبله النهارده اجرى اشعه لمحمد الشناوي. بالمناسبه عمل اشعه رنين في البدايه وبعد كده اتعمل اشعه سونار. تاكد اصابه محمد الشناوي بمزق قوي في العضله الخلفيه. مزق كبير، المزق اللي عند محمد الشناوي مزق مش سهل. يستدعي النهارده ما يقرب من 4 أسابيع لست اسابيع. النهارده تأكد غياب محمد الشناوي عن النادي الأهلي في الماتشين القادمين في دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأيضا كمان أول 3 مباريات في الدوري الممتاز. بنتكلم عن الإسماعيلي، عن البنك الأهلي، وأيضا كمان الزمالك، وعن الأجندة الدولية القادمة في معسكر نوفمبر مع مستر كروش. النهارده إصابة قوية. إصابة محمد الشناوي بالظبط علشان نكون محددين أو دقيقين في التشخيص بتاعه، هي في العضلة الخلفية ما بين وتر العضلة والعضلة. ده مكان حساس جدا. ده مكان ما يستدعيش التسرع ان محمد الشناوي ينزل. لو بنشبه الإصابة بالظبط هنقول زي إصابة علي معلول. فاكرين حضراتكم الإصابة اللي جت لعلي معلول في كأس العالم للأندية وكان فيها استعجال من علي معلول انه ينزل والفترة طالت معاه لما يقرب من 3 شهور؟ هي نفس الإصابة. علشان كده الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة هيتعامل مع الإصابة بعناية كبيرة. أكيد محمد الشناوي مستعجل وعايز يلعب مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر، لكن الإصابة محتاجة وقت طويل. ده يفتح مجال للتحقيق النهاردة أو للتساؤلات بمعنى أصح. إزاي النهاردة واحد زي محمد الشناوي راجل بقاله فترة طويلة بيلعب بدون إصابات ويجي يلعب في منتخب ليبيا النهاردة مع كرة بيلعبها ايده ورجل ويحس بالعضلة الخلفية؟ اذا كان اللاعب ممكن يكون مصاب قبل المباراة، فالنهاردة فين دور الجهاز الطبي في منتخب مصر؟ لازم النهاردة يبقى فيه تساؤلات. لازم الجهاز الطبي في منتخب مصر لازم يطلع ويوضح النقطة دي. اذا كان اللاعب مصاب او اذا كان الجهاز الطبي اجرى اشعة للاعب وقال ان اللاعب سليم واللاعب حس انه سليم، او اللاعب كان فيه شكوك حول اللاعب، فالنهارده ما ينفعش ان اللاعب يشارك وعنده احتمالات لنسبه اصابه. دي تساؤلات لازم تكون موجوده ولازم يرد عليها الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقياده الدكتور محمد ابو العلا. ايضا نروح للفريق الاول بالنادي الاهلي. الفريق الاول بالنادي الاهلي بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق في ضربه البدايه في البطوله الافريقيه امام الحرس الوطني بطل النيجر. دايما البطوله الافريقيه البدايات مهمه جدا. أرجع حضراتكم لبطولة 2019 اللي احنا حققناها في النهاية أمام الزمالك. كانت البداية أمام كانو سبورت، كسبنا بره، كان مع ريني فايلر 2-0، وكانت دي ضربة البداية. في البطولة العاشرة أيضا، البطولة العاشرة كسبنا أمام سونوديب بطل النيجر، بطل النيجر اللي كسبنا فيها عن طريق أليو ديانج، كسبنا 1-0. ضربة البداية مهمة. ملعب المباراة فوق الممتاز، دلوقتي بيلعب عليه الجزائر والنيجر، وكان من دقائق قليلة الجزائر كسبان 4-0. ملعب المباراة ملعب ممتاز اللي هيلعب عليه النادي الأهلي إن شاء الله يوم السبت القادم. بالمناسبة المباراة مذاعة هنا على قناة النادي الأهلي، بنقول لكل جماهير النادي الأهلي تابعونا على القناة، المباراة هتكون موجودة إن شاء الله على قناة النادي الأهلي. فضربة البداية مهمة جدا. ضربة البداية مهمة جدا علشان البطل. النهارده النادي الاهلي بطل افريقيا المره 9 والمره 10، فالنهارده هنلاقي مباريات قويه قدام النادي الاهلي. فالبدايه قويه في الفوز علشان انت بتبعت رساله النهارده ان الفريق البطل بيقدر يكسب خارج ملعبه، زي منتخب مصر امبارح اللي كسب 3-0 خارج ملعبه. فنتمنى ان شاء الله للنادي الاهلي الفوز خارج ملعبه. اكيد عندنا صعوبات، اصابه محمد الشناوي عائق كبير، لكن عندنا ثقه كبيره في علي لطفي ومصطفى شوبير وكل الناس الموجوده، وايضا كمان حمزه علاء. برضو قفشه مش موجود، فنتمنى كل التوفيق للناس الموجوده كلها وكل التوفيق ايضا للنادي الاهلي. نروح بقى لنتائج الجوله الاولى لدوري الجمهوريه للناشئين مواليد 2003. وزي ما اقول لحضراتكم ما شاء الله عندنا قطاع الناشئين بالنادي الاهلي في المسابقه في الاسبوع الاول محقق نتائج اكثر من رائعه. ده دوري 2003، الاهلي فاز على الشرقيه الدخان في ملاعب الناشئين بمدينه نصر نتيجة 3-2، المقاولين العرب فاز على الإسماعيلي 2-1، الاتحاد السكندري فاز على غزل المحلة برباعية، إنبي 1-0 على فاركو، وسموحة فاز 2-1 على فيوتشر،
مصر مقصة والتعادل السلبي مع نادي الزمالك، سيراميكا والتعادل الإيجابي 1-1 مع طلاع الجيش، وبيراميدز والتعادل السلبي مع الجونة 0-0، والمصري والتعادل الإيجابي 1-1 مع البنك الأهلي. وده دوري مواليد 2003 تحت 18 سنة. نروح لدوري 2005، طلاع الجيش فاز برباعية على سيراميكا، وأيضا فوز النادي الأهلي على الشيرة الدخان 3-2، الزمالك فاز على مصر مقصة 1-0، وفوز كبير للمصري على 5-1 على البنك الأهلي، فوز وادي دجلة 4-2 على الجونة، وفوز الاتحاد السكندري 3-1 على غزل المحلة، وفوز إنبي 2-1 على فاركو، وسموحة 2-0 على فيوتشر، والإسماعيلية التعادل السلبي 0-0 مع المقاولين العرب. ما شاء الله الاتحاد السكندري عامل نتائج أكثر من رائعة بقيادة الكابتن إمام محمدين. نروح نتائج الجولة الأولى لدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2006، الإسماعيلي التعادل السلبي 0-0 مع المقاولين العرب، والمصري فوز 1-0 على البنك الأهلي، ومصر مقصة فوز 2-0 على الزمالك، وبيراميدز 0-0 مع زد. زد هنا دخل علشان في أندية اعتذرت، فالنهاردة نادي زد دخل في مسابقة 2006، في أندية ما عندهاش الإمكانية إنها تشترك في كل مسابقات الجمهورية، فعشان كده بنشوف زد في دوري 2006. فوز وادي دجلة 2-1 على نتاج الحربي، وفوز كبير للنادي الأهلي 3-1 على شارع الدخان، 1-0 للاتحاد السكندري على غزل المحلة. أيضا الفوز الثالث للاتحاد في دوري 2006 وفي مسابقة 2006، زي ما بقول لحضراتكم الكابتن إمام محمدين عامل شغل أكثر من رائع. وأخيرا فوز سموحة 4-0 على فيوتشر. نروح لدوري 2007، دوري 2007 النتائج المقاولين العرب 1-0 على الإسماعيلي، سيراميكا كليوباترا 2-1 على طلائع الجيش، بيراميدز 5-1 على الجونة، الأهلي بسبعية، نتيجة كبيرة لمواليد 2007 في النادي الأهلي، وفوز كبير على الشرقية للدخان، الاتحاد السكندري 4-1 على غزل المحلة، وفاركو 1-0 على إنبي، سموحة 3-0 على وادي دجلة، التعادل الإيجابي المصري مع البنك الأهلي 1-1، ومصر المقصة مع الزمالك التعادل الإيجابي 1-1. ده كان الأسبوع الأول في مسابقات 2003 و5 و6 و7. نروح نشوف برضو مع بعض نتائج الجولة الثانية في مسابقة 2002. مسابقة 2002 اللي فاز في البداية النادي الأهلي على الشرير الدخان 5-1. المباراة الثانية كانت غزل المحلة، أيضا لاعبي النادي الأهلي أدوا مباراة أكثر من رائعة، فازوا فيها برباعية. هنشوف برضو نتائج الجولة الثانية في دوري 2001. فوز الإسماعيلي 5-1 على كوكاكولا، وهنا بنقول كوكاكولا عشان جدول المسابقات جاي كده والنتائج جاية بأسماء الأندية كده. 5-1 الإسماعيلي على كوكاكولا، التعادل الإيجابي المقاولين العرب 2-2 مع فاركو، 0-0 التعادل السلبي إنبي والاتحاد، وفوز النادي الأهلي برباعية 4-1 على غزل المحلة. هقول لحضراتكم برضو الأحرز الأهداف، محمد مغربي هدفين، محمد رضا وجلال فارس، وفوز بيراميدز على الشرقية الدخان 5-0، سيراميكا فوز 2-1 على الجونة، وفوز طلائع الجيش 3-2 على مصر المقصة، وفوز الزمالك 1-0 على المصري، والبنك الأهلي بيخسر من سموحة 3-0. دي كانت نتائج الجولة الثانية في دوري 2001. أيضا نروح نشوف بقى عندنا مباريات يوم السبت القادم 16/10/2021، الاتحاد السكندري مع المقاولين العرب، وفاركو مع الإسماعيلي، سموحة مع الزمالك، المصري مع طلائع الجيش، مصر المقصة مع الجونة، سيراميكا كليوباترا مع شيرة الدخان، بيراميدز مع غزل المحلة، والأهلي وإنبي، والبنك الأهلي وكوكاكولا. كنا هنذيع لحضراتكم مباراة الأهلي وإنبي، لكن هيكون مباراة الأهلي هنا مع بطل النيجر هتكون على قناة الأهلي، فعلشان كده كنا هنذيع لحضراتكم مباراة الأهلي القادمة مع إنبي، وإن شاء الله لو في وقت برضو يعني هنذيعها لحضراتكم وهنسجلها ونشوفوا الأهداف. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية. اهلا بحضراتكم من جديد. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن جدول المسابقه وايضا عن نتائج كل الفرق داخل القطاع. ايضا عندنا فريق برضو بيضم كثير من المواهب، فريق 2005 بقياده الكابتن شريف عبد الفضيل، اللي عامل برضو في اول مباراه نتيجه يعني اكثر من رائعه برغم الطرد اللي حصل في المباراه، لكن قدر لاعبي النادي الاهلي يرجعوا مره ثانيه وفازوا بنتيجه كبيره في مباراه الشرقية الدخان، فازوا 3-2 في مباراة كانت مهمة ليهم في بداية مشوار البطولة. نروح نشوف مع بعض ملخص وأهداف المباراة ونرجع نعلق على الأهداف.
يعني زي ما شفنا احداث المباراه، يعني مباراه حلوه كمان الاحداث بتاعتها. لعيبه النادي الاهلي لما يطرد منك واحد وتكون متاخر بنتيجه 1-0 وتقدر لعيبه النادي الاهلي ترجع، كلها دروس بيتعلموها داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. علشان كده الاصرار والعزيمه، تنتهي المباراه بفوز كبير للنادي الاهلي 3-2. هنعرض مع بعض الاهداف عشان عايز اتكلم عن كل هدف لوحده. الهدف الاولاني يعني احرزه اللاعب عبد الله بوستنجي. عبد الله بوستنجي ده مدافع، النهارده لما نشوف مدافع بيطلع ويراوغ بالشكل ده، ارجعوا لي بس عايزين الهدف من اوله. اربعه ده عبد الله بوستنجي مدافع بيعدي من واحد واثنين وثلاثه واربعه وبيحطها بشماله في الزاويه البعيده، وده كان الهدف الاول اللي رجع لعيبه النادي الاهلي تاني المباراه بعد ما كانت متاخره ب1-0 وايضا كان مطرود منهم واحد. هدف حلو، يعني لو بنقول عليه هدف ممكن نقول هدف الاسبوع. عدى من واحد وبعد كده اتنين في لعبه، وعدى من واحد خامس وبعد كده بشماله، يعني هدف من الاهداف الحلوه. ايضا الهدف الثاني كان للاعب احمد عزت، كانت من ركنيه فيها تكمله وفيها متابعه وفيها اصرار وفيها عزيمه، يعني النهارده وبيحط رجله وفيها طبعا توفيق قبل ده كله انها تروح في المكان ده بعيد عن حارس المرمى. ده كان الهدف الثاني. الهدف الثالث ايضا كان اللاعب يوسف جمال، كان من ضربه ركنيه مباشره. طبعا هنا لو بنتكلم اكيد مسؤول عنها حارس المرمى، ممكن عشان قصير شويه لكن فيها برضو دقه لعب الكره الركنيه، فيها كمان شايفين تيشيرتات حمراء كتير، في متابعه على العارضه الاماميه وايضا على الزاويه البعيده، كان في متابعه جيده من كل لاعبي النادي الاهلي. اكيد في مباراه زي دي في دروس وفي اخطاء، في حاجات اتعلموها اللعيبه. علشان كده مستر بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي زي ما احنا شايفين في الصوره كده، حريص دايما بعد كل المباريات، ليه كاميرا خاصه بيه بتصور كل المباريات، بتصور اهم اللقطات للمدافعين وسط الملعب والمهاجمين، دايما الاخطاء اللي بيقع فيها اللعيبه، ودايما الشرح وتصحيح الاخطاء بتكون بالفيديو. شايفين الجهاز الفني قاعد، الكابتن شريف عبد الفضيل، كل اللعيبه قاعده ومستر بروكيتش قاعد بيقول اللعيبه ابرز ما جاء من اخطاء في المباراه علشان بعد كده. النهارده دي دروس مهمه ان اللعيب يشوف نفسه الاخطاء اللي وقع فيها بالفيديو علشان يقدر يتجاوز بعد كده ويقدر يصلح اخطائه. واكيد مستر بروكيتش اضافه كبيره للمدربين وايضا للاعبي قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. وزي فين الصوره وهو موقف اللعيبه وبيصحح الاخطاء وبيقول لهم اهميه الاخطاء وكمان الايجابيات. دي كانت مستر بروكيتش وايضا تصحيح الاخطاء. دايما يعني عايز اتكلم عن نقطه ثانيه برضو، نقطه مهمه، دايما فلسطين واهلها وخاصه اهل غزه دايما في قلوبنا، قلوبنا كشعب مصر وقلوبنا كاهلاويه. بنشوف دايما النادي الاهلي لما بياخد بطوله، سواء بطوله الدوري او بطوله افريقيه او اي بطوله، بنشوف دايما الافراح في غزه. فعلشان كده لما بنروح فلسطين وبنروح غزه بنشوف اهلاويه كتير جدا. كان في زياره مهمه جدا لوفد الملتقى او ملتقى مدربي غزه، كان في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، مجموعه من المدربين كانوا حريصين انهم يكونوا متواجدين في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، جايين يعملوا فتره معايشه، جايين يشوفوا يعني الاساليب الجديده في كره القدم، جايين يتعلموا، خاصه النادي الاهلي عنده مدير فني اجنبي وجايين يشوفوا الاساليب الجديده. النادي الاهلي طبعا استقبلهم افضل استقبال، العميد احمد النحاس مدير فرع النادي الاهلي مدينه نصر، وايضا الكابتن خالد بيبو كان في استقبال اكثر من رائع. نروح نشوف التقرير ده وازاي النادي الاهلي استقبل مدربي ملتقى غزه، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفي الكابتن هشام حنفي. احنا طبعا احنا ومصر احنا بلد واحده، وطبعا احنا بنرحب او بنشكر النادي الاهلي وبنشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته والدكتور سعد شلبي والكابتن خالد بيبو على موافقتهم لعمل معايشه في النادي الاهلي لمدربين قطاع الناشئين في غزه الحبيبه، وهذه المره الثانيه اللي احنا جايين نعمل معايشه في النادي الاهلي. في طفرة بصراحة عن المعيشة اللي قبل، احنا عملنا معيشة من 2008، في طفرة كبيرة جدا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي من كافة الجوانب الفنية والتكتيكية وكل حاجة. المحاضرة، أول محاضرة امبارح كان الكابتن مايكل، استفدنا منها بشكل كبير جدا، كل المدربين استفادوا منها بشكل كبير جدا، يعني معيشة فعلا ممتازة، أكثر من ممتازة.
الجميع استفيد منها. هذه اول معايشه لي في النادي الاهلي، وبحكي لك بصراحه للامانه معايشه يعني مستفيدين منها كثير، وكل احترام برضه للكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين، والكابتن مايكل على المعلومات والمحاضرات اللي بيعطينا اياها، وهذه كلها بترجع فايده لنا وفايده لكل المدربين الشعب الفلسطيني. النادي الاهلي قلعه من في الوسط الرياضي بالنسبه للوطن العربي بشكل عام، والنادي الاهلي منظومه كامله متكامله، واحنا بكل فخر واعتزاز بانه احنا كنا في المعايشه في النادي الاهلي، لانه هو قامه كبيره في الوسط الرياضي بالنسبه للوطن العربي، فاحنا كل احترام والتقدير للنادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا مكان كبير والكل بيعرفه على مستوى الوطن العربي ومستوى افريقيا ومستوى العالم كله، فاحنا بنتمنى انه احنا يعني دايما يعني النادي الاهلي انه احنا بنجي عشان نستفيد منه حاجات يعني تتميز وتختلف عن الاخرين. النادي الاهلي كل شيء عظيم بنلاقيه في النادي الاهلي، المعايشه دي هتنقل يعني الكره الفلسطينيه نقله نوعيه باذن الله، لان في شيء هنا يختلف عن اي نادي في مصر، يعني الراجل الاجنبي ده بيشتغل شغل يعني شغل مميز لاول مره بنشوفه. الشعب الفلسطيني والشعب المصري شعب واحد، وخاصه قطاع غزه، واحنا اخترنا تكون المعايشه في النادي الاهلي لانه النادي الاهلي قيمه كبيره، يعني برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اللي أولى اهتمام للبعثة وسهل مأمورية، وكان تعليماته للدكتور سعد شلبي والكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين لتسهيل مهمة ملتقى مدربي قطاع غزة في هذه المعايشة، وهذه يعني لاكتساب الخبرة الكبيرة من مدربي النادي الأهلي، لأنه النادي الأهلي أنت بتعرف نادي كبير وأكبر نادي في الوطن العربي وإن كان في الشرق الأوسط، والكل يتابع النادي الأهلي. المكوك الذي لا يهدأ، صاحب الرئات الثلاث، المدفعجي، كلها صفات للاعب ونجم واحد هو هشام حنفي، لاعب الأهلي السابق الذي تألق بشكل لافت للنظر وخطف الأجواء، دخل القلوب والعقول وكان أحد نجوم جيله. ولد هشام حنفي في بداية شهر أغسطس من عام الانتصارات الخالدة المصرية، وهو عام 1973. بدأ علاقته بكرة القدم داخل نادي الصيد، وانتقل إلى ناشئي الأهلي بعد أن اكتشف موهبته إبراهيم عبد الصمد قبل أن يكمل عامه 13. تألق هشام حنفي داخل قطاع الناشئين بالأهلي حتى أن رود كرول ضمه للمنتخب الأولمبي الذي فاز بذهبية دورة الألعاب الأولمبية بهراري عام 1995. ربما كان هذا العام هو كلمة السر في حياة اللاعب الموهوب، حيث خطفت تسديداته أنظار جماهير الأهلي التي تعلقت به خاصة في البطولة العربية. حقق هشام حنفي مع الأهلي ما يقارب 14 بطولة متنوعة من الدوري المحلي والبطولة العربية وإفريقيا والسوبر الإفريقي، ولعب تحت قيادة العديد من المدربين في القلعة الحمراء، بينهم الألماني هولمان والبرتغالي مانويل جوزي. هشام حنفي مدفعج التسعينيات معنا اليوم في الأشبال. أهلا بحضراتكم من جديد. ضيفكم النهاردة يعني واحد يعني بنفتقده في الملاعب دلوقتي، كان لعيب حاجة كده نص ملعب ما شاء الله، من رجليه تقيلة من أي مسافة في الملعب، بيشوط ويسدد ويحرز أهداف. منورنا كابتن هشام. كابتن أسامة تحياتي لحضرتك، وبتشرف بيك دايما، ودايما متألق على الشاشة ومتألق خارج الشاشة كمان، فيعني وأكيد أنا مش بس بالملعب بتاع ماتش القدامة كله كان أوزان كان أوزان كبيرة شوية يعني، لكن والله يعني فعلا متألق وبتشرف إن أنا أكون معاك، وبتشرف إن أنا في بيتي النادي الاهلي وقناه الاهلي، بيتنا كلنا يعني. انت دايما منور في اي مكان يا كابتن هشام، وخاصه قناه الاهلي. في التقرير كان في لقب الكابتن هشام حنفي المكوك والمدفعجي، صح؟ كان اللقب ايه اللي يعني الاحب لقلبك؟ المدفعجي. المدفعجي يعني رغم ان المكوك كان
كان مميز جدا ان انا كنت انا الوحيد اللي بجري كتير قوي. فكنت بجري في كل حته في الملعب، وكان الجري بتاعي كان كتير، ما كنتش بتعب الحمد لله يعني. فكنت مميز جدا في استخلاص الكوره، في انهاء الكوره. لو الكوره هتلاقيها قدام يعني، في ماتش كابتن رحمه الله عليه محمود بكر بيذيع، كان ماتش جمهوريه شبين. انا جايب جون، لا مضيع فرصه جوه السته يارده، كان لعبتها ورقصت لعبتها لحسام حسن وضاعت في ساعتها يعني، هي اتحطت واتردت علينا، كنت انا بجيبها من خط الدفاع عندنا من على السته يارده من كابتن شبين، رجعت بسرعه في ثانيه يعني سبحان الله. حتى قال لك ايه ده، هو طلع انا بص شاب حنا فينا، لقيت شاب حنا فينا. فيعني كنت مميز الحمد لله بالجري كتير، كنت انا بجري على نفسي كتير وبشتغل على نفسي كتير في موضوع الجري بالذات. مهاره التسديد برضو، انت لما بتتفرج على الدوري الممتاز دلوقتي وتلاقي لعيب سدد بس ناحيه المرمى مش سجل، تقول ده في لعيب يعني، وتقعد تفتكر الناس القديمه. كابتن هشام حنفي من اللعيبه اللي كان بيمتاز مهاره التسديد، ما شاء الله ليك اهداف مؤثره كمان ومن زوايا بعيده. مهاره التسديد دي برضو اكيد ناس اشتغلت معاك، مدربين. اقول لك حاجه، انا اشتغلت عليها على نفسي، كنت بروح السندباد. السندباد؟ اشوف ده هتقول لي ايه السندباد؟ ملاهي السندباد فاكرها؟ اللي كانت في مصر جديد، كل مصر الناس عارفاها كلها. كنت بروح وانا صغير بعد التمرين او يوم اجازه، انا وتامر باجات واحمد سامي وشلتنا وهاني العقبي وسامر عبد الرحمن واشرف ممدوح، كل فئه عشان كان في لعبه هناك معموله حلوه قوي، هي دي كلنا كنا بنروح نراهن فيها الناس كلها، يعني ايه بنكسب فلوس من الناس. لعبه كان ازاي تسدد الكوره وتجيب قد ايه كيلومتر، او تجيب قد ايه الوزن. فانت تشوط الكوره، الكوره تطلع لك كده وانت تشوطها، فلما تشوطها هتخبط فتعمل لك هدف تسديد. وانت بتتكلم عن التسديد، عن اللعبه اللي كانت في السندباد معانا كمان. بص الجون ده من احلى الاجوان اللي انا جبتها في حياتي بصراحه، لان هو في جمله تكتيكيه معموله مش اي حد هيعرف يعملها. انا بكلمك بجد، الكوره دي لان كان فريق نادي الزمالك ما كانش واقف على 10 يارده، ده كان مباراه الحرس والزمالك. فالزمالك اهو هنا، بص الترقيصه دي انا عايز بقى طبعا يعني، بص الاخراج يجيبها تاني هقولها لك حتى من الاول يعني. خلي الكادر الواسع الاولاني، بص اقف بس الاول نشرحها. ارجع بس اقف لسه قبل ما تتلعب، هشرح لك بس ليه التكتيك فيها ازاي عشان الناس تتعلم او تعرف الواحد فكر فيها ازاي. يعني ارجع بس وقف ثانيه واحده، بص اقف هنا، لا يعني اقف هنا بس، استنى بقى استنى. بص اصلا الحيطه واقفه، ده يا دوبك 3 يارده كابتن اسامه، فالكره اتلعبت لي التسديد مقفوله تماما. طبعا ده يعني طبعا احنا المفروض نقف 10 يارده، الكره كانت على 5 يارده، فالكره لما اتبصت لي هم عارفين ان انا هشوط، رحت عامل ايه؟ فتحت رحت انا فاتح لنفسي ومرقص ورحت مسدد في الكوره، فدي مش اي حد، اي واحد تاني هيجي يسدد هتخبط في اللاعب اللي قدام بالظبط يعني. فعشان كده بقول لك احلى هدف جبته من التسديد كان في مباراه ايه؟ يعني الاهداف اللي الكابتن هشام حنفي ما انساهاش، الاولمبيك البيضاوي المغربي طبعا، البطوله العربيه، ده اول حاجه البطوله العربيه طبعا بالنسبه لي هدف مميز يعني. ده اول اهدافي مع النادي الاهلي، واول نجوميتي مع النادي الاهلي. ده اول هدف ليك مع النادي الاهلي؟ اول هدف كان اول هدف سبحان الله، جبت جونين اول يعني، كان بدايه معرفه الجماهير الاهلي بهشام حنفي. دي حقيقه يعني، فمن احلى الاهداف اللي انا جبتها. وفي هدف بيفكرني بقى بهدف المنتخب مع عمر مرموش اللي انا جبته في ليبيريا، نفس الزاويه نفس التسديده بتاعتي بنفس الشوطه. ده في الالعاب الافريقيه ولا كنا في، لا في تصفيات كاس العالم مع كابتن جوهري رحمه الله عليه. هو الماتش ده اللي خرجنا، ان احنا هناك اتغلبنا 1-0 في غانا. وجبت جون هنا في ليبيريا في من تسديده رائعه فعلا بجد يعني، لان هي اول حاجه على شمالي ومن زاويه صعبه قوي يا اسامه، فانك تجيبها بالشكل ده فكرتني بعمر مرموش يعني. طب دلوقتي واحنا برنامجنا بنتكلم عن الناشئين، يعني عشان نشوف ناس او لعيبه زي كابتن هشام حنفي وغيرهم من اللعيبه اللي جت في تاريخ الكره المصريه اللي كانت بتمتاز بمهاره التسديد، يعني يعملوا ايه عشان نشوف المهاره دي ترجع تاني في الملاعب مره اخرى؟ لازم تشتغل على نفسك يعني، لو انت عندك مهاره فيها واتقان وانت حاسس ان انت مميز، لا جرب، اقعد جرب في التمرين اكتر من مره، اكتر من كوره، وجرب. ولازم تبقى مجرب ان انت اعمل تحدي بينك وبين الحارس يعني، يعني لو الحارس اللي قدامك طبعا علاقه تعرف بيبقى اصحاب جدا، وخط في الملعب احنا بنبقى قريبين جدا من بعض يعني، اتحدى مره الحارس بتاعك قول له انا هسدد 10 كور، انت شوف هتصد قد ايه وانا هجيب كام جول، تحدي ان شاء الله. لو باي حاجه، تحدي على حاجه ساقعه، على وجبه ساندوتش، اي حاجه يعني، تكرار هيعلمك المهاره بالظبط. فالتكرار ده بس تكرار بشطاره، مش ان انا بس ان انا بسدد وخلاص، عايز اعمل تمرينه ان انا اسدد وخلاص، لا حاول تعمل تبقى متقن فيها، ان انت ازاي مره
تصوب في سقف العارضه فوق مره على الارض من زوايا مختلفه، ازاي دايما تبقى وانت مواجه، ازاي وانت بتجري بالكوره، ازاي وانت من على ال 18 من الجنب اليمين او من الجنب الشمال، يعني حاول وانت على ال 18 كله تستغله انك ازاي تسدد. الحاجات دي بالتدريب طبعا يا كابتن اسامه. وحضرتك بتتكلم عن عمر مرموش وهدفه في مباراه منتخب ليبيا الاولى اللي كانت في برج العرب طبعا. شفت المباراه ازاي بفوز كبير طبعا لمنتخب مصر 3-0 المنتخب الليبي على ملعبه كمان باداء رائع، شفت المباراه ازاي امبارح؟ امبارح طبعا كان يمكن الاول مباراه تختلف عن المباراه الثانيه رغم ان هي في ثلاث ايام لكن المباراه الاولانيه كان عليه ضغوط كتير جدا جدا، المنتخب عليه ضغوط بشكل كبير جدا، على المدير الفني نفسه عليه ضغوط بحاجات كبيره. يعني انت النهارده لما يبقى عندك اثنين من احسن لعيبه في مصر محمد شريف وقفشه مش موجودين فده كده بتسبب ضغوط كبيره جدا جدا. فقدر النهارده ان هو لما جه المباراه اتصعبت عليه في التعادل الشوط الاولاني، الشوط الثاني نازل برضه بتعادل، اللعيبه مش في احسن حالاتها. انت كنت محتاج ان يبقى عمر ان يبقى محمد شريف موجود ومحتاج ان قفشه يبقى موجود، لكن بمهاره فرديه قدرت تخترق بتسديده. ده في المباراه الاولى. في المباراه الاولى بتسديده جبت جول. فدي علت المعنويات عند الراجل، علت المعنويات عند اللعيبه. اللعيبه حست انها مبسوطه. هو ده اللي بيقوله، يعني هو الراجل قال كده، اللعيبه مبسوطه، تمارين، اللعيبه بتلعب بحريه. تصدر المجموعه كمان اداك اريحيه شويه طبعا وانت رايح ليبيا، غير ما تروح وليبيا متصدره معنويات هيكون عندك حذر، فانت برضو التصدر اكيد اداك معنويات ودفع قوي. مفيش شك يا كابتن اسامه، ده بيرفع من معنويات اللعيبه كلها، بيرفع من معنويات الجهاز الفني، بيرفع من كل حاجه، يعني كل حاجه في قدرات اللعيبه بتترفع لان انت كسبان، فرايح وانت مطمن، رايح على ملعب ضيق، على ملعب ترتان، معلكش ضغوط، انت كسبان، بل بالعكس انت ممكن تبقى المباراه دي كانت تبقى احسن بالنسبه لك عشان انت رايح هم هيفتحوا الجيم بشكل قوي، هيلعبوا ان هم ازاي يكسب في بدايه اللقاء، ازاي يبقى عنده شخصيه في المباراه من الاول، لكن انت قابلت ده بعكس ده تماما، انت ضغطت. انا اتفاجئت كمان ان منتخب ليبيا بيقابلك من بعد الدايره على طول، يعني عنده حذر امبارح كبير، عنده حذر كبير جدا جدا بيلعب على ملعبه بالظبط، يعني فده لا ده انت المفروض كان يبقى يا صابت يا اتنين عور زي ما بيقولوا، يعني انت لازم تهاجم ولازم تبقى عندك فرق اسلوبك وعندك المغامره عشان تقدر تكسب او انت تتصدر المجموعه، لكن لا الراجل فاجئنا قدر يكسب، الجول الاولاني فتح معاك بشكل كبير جدا المباراه، فقدرت انك تكسب وقدرت انك تعمل حاجات انت مش متوقعها، عجبني لعيبه كتير جدا في الملعب كان ليها دور وشخصيه في الملعب بشكل كويس، ف لا كان في اداء كويس في المباراه الثانيه. كروش بقى المباراه الاولى كروش شاف اداؤه زي مع منتخب مصر رغم الفتره قصيره، جه كان حريص جدا خلي بالك، وده ما كانش حريص عليه كابتن حسام البدري وجهازه الفني لما كان عنده توقفات دوليه ما كانش بيستغلها افضل استغلال. النهارده كيروش جه اصر النهارده ان الكاس يقف يقدر يجمع اللعيبه مباراه ليبيريا علشان يعرف اللعيبه اكتر، دخل على مباراه ليبيا بعد كده مباراه ليبيا الثانيه الفتره قصيره، لكن نهى او ختم بالمباراه امبارح شكل جيد طبعا. زي ما انت بتقول كده يا كابتن اسامه، هو فرض شخصيته على الكره المصريه وعلى اتحاد الكوره ان انا عايز اعمل معسكر، ابدا اشوف اللعيبه بتاعتي، ابدا افكر، عملت ماتش واحد بس ماتش ودي، بدا يشوف اللعيبه فيه، خد قرارات من وجهه نظره هي صح، من وجهه نظر البعض الاعلاميين والمحللين انها كانت غلط، لكن في النهايه ما تقدرش تلوم لان هو في الاخر هو كسب، لكن هو عارف كويس قيمه لعيبه النادي الاهلي، عارف كويس قيمه لعيبه نادي الزمالك، عارف لعيبه النادي الاسماعيلي، في لعيبه مؤثره وهتفضل مؤثره طول حياتها موجوده، ده اللي فرق معاه، ساعده شويه ان هو بدا يقرب للعيبه، يشوف اللعيبه بشكل كويس، لكن مش هقدر احكم عليه غير بالنتائج دلوقتي مش بالاداء، هدور عليه في النتائج، النتائج هو حقق طبعا مردود كبير جدا، انت النهارده متصدر 10 بونت فما تقدرش تلوم الراجل في وقت قصير جدا، هو حقق لك النتيجه اللي هي مرضيه اللي تخليك اول المجموعه، لكن كاداء انا اعتقد انه هيتطور بعد كده لما الدوري بقى يبدا، اللعيبه تبقى جاهزه كلها، يعرف اللعيبه اكتر، يعرف اللعيبه اكتر، وهو قال لك الباب مفتوح لكل الناس، وانا اعتقد ان شخصيه لعيبه النادي الاهلي كلها هتبقى موجوده وهتلعب بشكل قوي جدا، لان طريقته واسلوبه لعيبه الاهلي هي اللي هتبقى ليها الاولويه. وانا بتفق معاك ان محمد شريف وقفشه هيكون لا غنى عنهم في منتخب مصر، ودراع كده اتحطوا في القائمه المبدئيه لبطوله العرب. صح. كابتن هشام بعد مباراه امبارح تصدر مصر ب 10 نقاط، نقدر نقول مصر دلوقتي خلاص وضعت قدم في المباراه النهائيه للتصفيات المؤهله لكاس العالم؟
ولا لسه الامور ما زالت معلقه؟ لا ما اعتقدش. انت كان بالنسبه لك هو منتخب ليبيا، لان انجولا خلاص بعدت الجابون 4 بونت، الامور يعني الجابون هيجي لك على ملعبك ان شاء الله تقدر تكسب هنا، وان شاء الله تقدر تكسب خلاص بره. النهارده لما يبقى عندك شخصيه المنتخب بتعود بشكل كبير جدا جدا في وقت قصير، ان انت تكسب بره ملعبك دي كانت مفتقدينها بقالنا كتير. دي نقطه البطل او اللي عاوز يوصل لهدفه لازم يكسب مش من ملعبه، لا بره ملعبه. صح يا كابتن اسامه. فهي دي عادت وعادت بشكل كويس. بمعنى ايه؟ ان انت سجلت 3 اهداف وضيعت اهداف، يعني كان ممكن تكسب اكتر من كده. فالشخصيه دي لما تعود بشكل قوي يبقى انت كده النهارده خلاص بترجع تاني تقول للناس كلها انا موجود بشخصيه قويه. تمام. عايز اسالك بقى بس بعد الفاصل، مباراه الاهلي والحرس الوطني، واحنا النهارده مباراه تكون خارج الديار، بدايه البطوله الافريقيه، اسمع رايك في هذه المباراه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن هشام، ان شاء الله النادي الاهلي غادر القاهره يوم الخميس القادم، هيتجه ان شاء الله للنيجر، مباراه يوم السبت القادم، بدايه البطوله الافريقيه. شايف المباراه ازاي والبدايات ازاي، خاصه الاهلي هيلاعب في دور 32 الحرس الوطني بطل النيجر؟ يعني خلينا نتكلم على البدايات، دايما البدايات هي اللي بتسمع. البدايات لما بتبقى حتى لو في 32 بقى في ال 64 ايا كان، البدايه دايما لما تبقى قويه من النادي الاهلي واللي هو عودنا عليها واللي هو دايما بيلعب على البطوله، ما بيلعبش على ماتش ويسيب ماتش. لا، البدايه ان شاء الله تبقى باذن الله قويه للنادي الاهلي. النادي الاهلي اقوى فريق في افريقيا، اقوى بطوله بتلعبها هي بطوله افريقيا. فالنادي الاهلي الحمد لله دايما قوي، دايما كبير. فلما تيجي تلعب مباراه خارج ملعبك وتكسب في البدايات دي بتفرق معاك كتير جدا جدا، وبتدي لك يعني افضليه في حاجات كتير بقى بعد كده. بترجع تبقى على الدوري جاهز، بتشوف لعيبتك كلها، بتدي فرصه للعيبه كلها اللي هي بقى اللي ما دخلتش القايمه تدخل بقى على دوري المجموعات بشكل قوي. فلا، البدايات دايما لازم تبقى بدايه قويه، بدايه بيبقى فيها اهداف. مع احترامي لفريق الحرس الوطني ايا كان مين اللي كان هيلعب قدام النادي الاهلي، النادي الاهلي شخصيته اقوى بكتير في افريقيا، لان ده بالتاريخ بالارقام. ومش همشي بالموضوع عشان الناس تقول لك ايه بالتاريخ والارقام، ما انت ممكن تبقى الكوره فيها العجب. لازم كل مباراه لوحدها بتعامل مع المنافس باحترم وبقدره. يعني طول ما انت بتحترم المنافس حتى لو هو ضعيف هتلاقي نفسك انت شخصيتك وقوتك وقدراتك الفنيه بتفوق بشكل كبير جدا، تقدر تكسب 1 و2 و3 و10، تعمل ريكورد كويس جدا لما يبقى عندك شخصيه. فالنادي الاهلي عنده ده، عنده كل الامكانيات ديت، عنده الشخصيه وعنده القدرات الفنيه وعنده الامكانيات البدنيه وعنده الامكانيات الماديه، كل ده موجود في شخصيه النادي الاهلي. حكم كنت مع جيل 2001 لما اخذته البطوله الافريقيه. دي حقيقه. يعني مع مستر مانويل جوزيه اول سنه كانت بطوله صعبه جدا يا اسامه. جدا جدا يعني. كانت غياب بعد سنين طويله على النادي الاهلي. هي دي. كانت عشان بعد غياب كبير. فدي رجعت للنادي الاهلي بشكل قوي، خلت بعد كده المكاسب الكتير بقى اللي بعد كده. عشان كده دايما البدايات بتبقى صعبه، لكن بعد كده بيبقى الدنيا اسهل بكتير. يعني خلي بالك واحنا في 2005 كان معظم الجيل، يعني كنا لسه جداد عايزين ناخد البطوله، كان موجود، كان من الجيل وقتها لما في 2001 كان شادي محمد على ما اعتقد، كان عصام الحضري، يعني حوالي 4 5. لكن بقيه الفرقه كلها كنا جداد، فكان لينا هدف ان احنا عايزين ناخد البطوله الافريقيه. فكان الهدف دايما اللي رسمه لنا مانويل جوزيه 2005 عايزين ناخد البطوله احنا لاول مره كلاعيبه جداد. كلاعيبه جداد. جينا في 2006 حط لنا هدف من بدايه البطوله، قال لنا عايزين نحقق يبقى المره الثانيه على التوالي، كان زي فريق انيمبا، انيمبا النيجيري كان حقق البطوله مرتين. وكان ده الهدف ان احنا عايزين نوصل للرقم ده. خلي بالك الجيل ده عنده رقم كويس ممكن يحققه. لما حقق البطوله في 2019 و2020 مرتين ورا بعض، لو حقق البطوله الثالثه على التوالي ممكن يبقى عدى كل الارقام في افريقيا وتحسب ليه كمان كجيل. ويقدر يعني النادي الاهلي. لا ويقدر، حلوه كلمه ويقدر دي. طبعا يقدر. لان بجد لا، انت لما بتشوف المنافس او بتشوف امكانيات اللعيبه اللي قدامك بتقدر تقول انت عارف انت رايح فين. لكن شخصيه الاهلي وقوه الاهلي في افريقيا كبيره جدا جدا، فالاهلي يقدر على ده لان عنده من اللعيب 10، عنده من الامكانيات الماديه 10، يعني 10 اضعاف، عنده من الامكانيات الفنيه، عنده من الاستقرار، عنده عنده كل حاجه تساعده ان ينجح. لما يبقى عندي الحاجات دي كلها فلازم انجح. ده طبيعي. في ناس ثانيه بيبقى عندها مشاكل حاجات كتير. النادي الاهلي الحمد حتى لله حتى رغم الغيابات برضه، يعني بنشوف النهارده اصابه محمد الشناوي هيغيب فتره، بنشوف برضه غياب قفشه
محمود وحيد كان يعني برضه حتى رغم الغيابات دي لكن لعيبه النادي الاهلي قادر. طبعا في لعيبه بتبقى مؤثره مفيش شك، طبعا مؤثره انها كقياده كفنيا عالي كلعيب اساسي كل ده اكيد، بس النادي الاهلي دايما دايما بيبص لقدام ودايما بيبص للي موجود قدامه، لان النادي الاهلي عمره ما بيقف على حد، ودايما النادي الاهلي قدراته اعلى من اي حد، عشان كده دايما يقول لك الاهلي فوق الجميع، لان هو فوق الجميع، لان هو الاهلي هيفضل هو الكبير دايما، انت اللي بتجري وراه، انت اللي لو وقعت انت اللي مش هتلحق دورك، فلازم تبقى دايما ماشي في القطر بالظبط كده عشان هيفوتك كتير يعني. طب شو بتشوف راي البعض اللي بيقول ان المباراه سهله وبطل النيجر والحرس الوطني، يعني يعني شايف الكلام ده ازاي، ولعيبه النادي الاهلي بتتعامل مع الكلام ده ازاي؟ طبعا اكيد اللعيبه مهتميه بالمباراه، لكن يعني مردود الكلام ده؟ مفيش حاجه سهله، مفيش حاجه سهله بغض النظر، حتى لو الاسم جديد عليك او مش جديد عليك او الاسم بالنسبه لك مش موجود على الساحه، لا مفيش مباراه سهله. انت ايش ضمنك ان انت تروح الحاله بتاعتك تبقى كويسه، وممكن يبقى هم الحاله بتاعتهم كويسه افضل منك، ايش ضمنك ان الكوره من الكور اللي احنا بنشوفها دايما بتيجي في المواقف الطريفه، ان ممكن تلاقي كوره غريبه بتدخل فيك من اي حته، هوا من حكم من اي حاجه، لو جاي من فتره توقف كمان. الدوري مش شغال، انت رجليك لسه يعني جاي فتره ده اول حاجه ده اول حاجه يعني. فطبعا بص وارد كل شيء، فانت بقى تصد ده ان اللعيبه تبقى جاهزه، لعيبه محترمه الخصم جدا، لعيبه نازله بشخصيه قويه جدا، ان انا مباراه بالنسبه لي انا هخلصها في اول ربع ساعه عشان ابقى مستريح طول ال 90 دقيقه. فلازم اللعيبه مذاكره كويس قوي، تدريبه قويه جدا جدا للي جاي صح. فمش هستنى كمان ابص ان انا اصل انا عندي المباراه الثانيه بعد كده في ملعبي، احنا قلنا بقى خلاص اتفقنا ان البطل بيدور على المباراه اللي بره الاول، ما بستناش دي بناكد عليها يعني، فعلا بناكد عليها. فشخصيه الاهلي من وانت هنا ومسافر خلاص، وانت بتركب الطياره انت عندك مهمه، المهمه دي لازم اللي هو تروح هناك تكسب مكسب كويس عشان ترجع. الناس اصلا بتتمنى تصور معاك يعني، الناس والله في افريقيا بتتمنى تشوف الاهلي عشان تصور معايا، عشان تشوف اللعيبه، عشان تشوف الامكانيات اللي هي الكبيره قوي، لان الاهلي في افريقيا ده حاجه اسم كبير طبعا يعني. واحنا بنتكلم عن بطوله 2001 دي اكيد طبعا من الذكريات اللي ما ينساهاش كابتن هشام حنفي، قول لنا ابرز ذكريات فيها بقى، خاصه مع مانويل جوزيه مع اللعيبه، المباراه اللي ما تقدرش تنساها. المباراه اللي ما انساهاش مباراه، هما مباراتين اللي هي الشبيبه القبائل تقريبا في الجزائر تقريبا كان الشبيبه صح؟ الشبيبه حسبنا 1-0 بريم سعيد دي كانت صعبه جدا، دي صعبه جدا، وجوزيه اتنرفز في مع المسؤولين في الاستاد بعد المباراه ولا قبل المباراه؟ قبل المباراه، قبل المباراه تعبونا جدا جدا في، لان احنا كنا في مصر لا الماتش الاولاني كان هناك كسبنا 1-0، وكان الماتش ده بالنسبه لهم كان هم بينافسونا مع مع فرقه كمان، مع بيترو اتلتيكو خسرنا 4-2 هناك في انجولا صح؟ لا هنا خسرنا هنا 4-2 كسبنا هناك 3-1 مظبوط، عشان كده انا بقول لك اول ماتش لينا كان بيترو اتلتيكو هناك كسبنا 3-1 رجعنا رجعنا كسبنا ماتش على ملعبنا، وطلعنا الجزائر كسبنا، رجعنا اتغلبنا بيترو اتلتيكو 4-2، مع ان المباراه دي من احلى الماتشات اللي الاهلي عملها رغم الخساره، احلى الماتشات. جوزيه طلع يمكن اتكلم معانا كويس جدا بعد ما احنا قلنا هي خناقه، وطبعا 4-2 والاستاد متقفل و4-2 بتتغلب وانت كسبان 3-1 فاحنا فعلا ادينا المباراه دي كويس قوي قوي، فهنينا بعد المباراه بشكل قوي، حتى احنا استغربنا يعني، لكن كان عندنا اصرار ان احنا نحقق البطوله يعني. فعشان كده بقول لك مباراه الجزائر هناك الشبيبه رحنا لا ننساها بقى، ليه؟ لان احنا نزلنا وصلنا قبل المباراه بساعه ونص، كاي فرقه بتوصل قبل المباراه بساعه ونص، بس الاجواء بتاعت الشمال الاجواء كانت صعبه جدا الاجواء بقى ايه، اول حاجه ما رحناش من السكه بتاعتنا اللي احنا بنروح بيها الاستاد، فدي كانت اول عائق ان انت رحت من طريق تاني خالص، فرحت متاخر فلما وصلت متاخر ما رحتش على اوضه اللبس على طول اللي انت قلعت فيها لما رحنا التمرينه، ما انت عارف انت ليك تمرينه واحده على الملعب الرئيسي فعشان كده رحنا اول حاجه رحنا متاخر، بدل ما نروح قبلها بساعه ونص رحنا قبلها بساعه الا ربع تخيل ساعه الا ربع وصلت الاستاد حتى لدرجه ان هو كان عايز ياخد قرار نلبس في الاوتوبيس وتنرفز على الناس في واحنا راكبين الاوتوبيس، ان هو الناس اللي هم خط السير يعني. ولما وصلنا الملعب لا لقينا كمان بقى ان احنا داخلين على الاوضه قافلين الاوض بالاقفال وقفنا 5 دقايق قبل ما جم وحد رد علينا وحد عبرنا قال لك لا ده انت هتقلعه فوق. فوق فين؟ فوق في الدور الرابع في الاستاد يعني في اخر المدرج.
طبعا اتعصب جدا، الساعه الا ربع واللعيبه مش جاهزه، فاحنا عارف اللي هو ايه، احنا ماشيين في الطرقه بنلبس، اسال فيها كل الناس اللي كانت موجوده، فاتنرفز جدا ولدرجه ان طب ماشي خلاص في اسانسير هنا هياخدنا نطلع في الدور الرابع، قال لك لا الاسانسير وقف. فتخيل انت حضرتك بقى بتطلع مدرج كلها قبل المباراه، قبل المباراه حمل تاني قبل المباراه وانت طالع، ما بهزرش والله طلعت اربع مدرجات عشان تطلع الدور الرابع وطالع على السلم، فانت متخيل لدرجه ان هو كان عايز يقلعنا في تحت عند الملعب، قال لك لا مش هينفع اصل انت المفروض تنزله مع الفرقه من الجانب الاخر للاستاد. عارف معاكسات جامده جدا جدا يعني بصراحه يعني. لكن الحمد لله حققنا الهدف. هو قال لنا كده، قال لك بص مهما حد يعطلك انت عندك هدف، فنكسب المباراه دي ولازم نرد عليهم بالمكسب، وكسبنا الحمد لله يعني. تمام، واحنا كل نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي يوم السبت ان شاء الله. كابتن هشام قبل الفاصل النهارده شفت قرعه الدوري الممتاز صح؟ حاجه جميله طبعا، حاجه طبعًا. جميله يعني فعلا رابطه الانديه داخله بشكل قوي يعني. هسالك سؤال وهسالك عن الرابطه بعد الفاصل، هسالك سؤال دلوقتي قبل الفاصل، تعرف اول بطوله دوري ممتاز كانت في مصر سنه كام ومين اللي فاز بيها؟ اول بطوله الاهلي فاز فيها، اول الاهلي طبعا لازم يكون الاهلي. لا الاهلي ده حقيقة. اول بطوله بس هي دوري ممتاز اقيمت سنه كام؟ مش عارف يعني 34 مش فاكر. 48 48 48. نروح لفاصل، بعد الفاصل مستمرين في الحوار مع ضيفي الكابتن هشام حنفي. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن هشام ان شاء الله النادي الاهلي غادر القاهره يوم الخميس القادم، هيتجه ان شاء الله للنيجر مباراه يوم السبت القادم، بدايه البطوله الافريقيه. شايف المباراه ازاي والبدايات ازاي، خاصه الاهلي هيلاعب في دور 32 الحرس الوطني بطل النيجر؟ يعني خلينا نتكلم على البدايات، دايما البدايات هي اللي بتسمع. البدايات لما بتبقى حتى لو في ال 32 بقى في ال 64 ايا كان، البدايه دايما لما تبقى قويه من النادي الاهلي واللي هو عودنا عليها واللي هو دايما بيلعب على البطوله، ما بيلعبش على ماتش ويسيب ماتش، لا البدايه ان شاء الله تبقى باذن الله قويه للنادي الاهلي. النادي الاهلي اقوى فريق في افريقيا، اقوى بطوله بتلعبها هي بطوله افريقيا، فالنادي الاهلي الحمد لله دايما قوي، دايما كبير. فلما تيجي تلعب مباراه خارج ملعبك وتكسب في البدايات دي بتفرق معاك كتير جدا جدا، وبتدي لك يعني افضليه في حاجات كتير بقى بعد كده، بترجع تبقى على الدوري جاهز، بتشوف لعيبتك كلها، بتدي فرصه للعيبه كلها اللي هي بقى اللي ما دخلتش القائمه تدخل بقى على دوري المجموعات بشكل قوي. فلا البدايات دايما لازم تبقى بدايه قويه، بدايه بيبقى فيها اهداف. مع احترامي لفريق الحرس الوطني ايا كان مين اللي كان هيلعب قدام النادي الاهلي، النادي الاهلي شخصيته اقوى بكتير في افريقيا، لان ده بالتاريخ بالارقام. ومش همشي بالموضوع عشان الناس تقول لك ايه بالتاريخ والارقام، انت ممكن تبقى الكره فيها العجب. لازم كل مباراه لوحدها بتعامل مع المنافس باحترم وبقدره يعني طول ما انت بتحترم المنافس حتى لو هو ضعيف هتلاقي نفسك انت شخصيتك وقوتك وقدراتك الفنيه بتفوق بشكل كبير جدا، تقدر تكسب واحد واثنين وثلاثه وعشره، تعمل ريكورد كويس جدا لما يبقى عندك شخصيه. فالنادي الاهلي عنده ده، عنده كل الامكانيات ديت، عنده الشخصيه وعنده القدرات الفنيه وعنده الامكانيات البدنيه وعنده الامكانيات الماديه، كل ده موجود في شخصيه النادي الاهلي. حكم كنت مع جيل 2001 لما اخذته البطوله الافريقيه. دي حقيقه. يعني مع مستر مانو الجوزي اول سنه كانت بطوله صعبه جدا يا اسامه. جدا جدا يعني. كانت غياب بعد سنين طويله عن النادي الاهلي. هي دي. عشان بعد غياب كبير فدي رجعت للنادي الاهلي بشكل قوي، خلت بعد كده المكاسب الكتير بقى اللي بعد كده، عشان كده دايما البدايات بتبقى صعبه لكن بعد كده بيبقى الدنيا اسهل بكتير يعني. خلي بالك واحنا في 2005 كان معظم الجيل يعني كنا لسه جداد عايزين ناخد البطوله، كان موجود كان من الجيل وقتها لما في 2001 كان شادي محمد على ما اعتقد، كان عصام الحضري، يعني حوالي 4-5 لكن بقيه الفرقه كلها كنا جداد، فكان لينا هدف ان احنا عايزين ناخد البطوله الافريقيه، فكان الهدف دايما اللي رسمه لنا مانو جوزيه 2005 عايزين ناخد البطوله احنا لاول مره كلاعيبه جداد. جينا في 2006 حط لنا هدف من بدايه البطوله، قال لنا عايزين نحقق يبقى المره الثانيه على التوالي، كان زي فريق انيمبا، انيمبا النيجيري كان حقق البطوله مرتين وكان ده الهدف ان احنا عايزين نوصل للرقم ده. خلي بالك الجيل ده عنده رقم كويس ممكن يحققه، لما حقق البطوله في 2019 و2020 مرتين ورا بعض، لو حقق البطوله الثالثه على التوالي ممكن يبقى عدى كل الارقام في افريقيا وتحسب ليه كمان كجيل، ويقدر
يعني ان لا ويقدر يعني حلوه كلمه ويقدر دي. طبعا يقدر لان بجد لا انت لما بتشوف المنافس او بتشوف امكانيات اللعيبه اللي قدامك بتقدر تقول انت عارف انت رايح فين. لكن شخصيه الاهلي وقوه الاهلي في افريقيا كبيره جدا جدا، فالاهلي يقدر على ده لان عنده من اللعيب 10، عنده من الامكانيات الماديه 10 يعني 10 اضعاف، عنده من الامكانيات الفنيه، عنده من الاستقرار، عنده عنده كل حاجه تساعده ان ينجح. لما يبقى عندي الحاجات دي كلها فلازم انجح. ده طبيعي. في ناس ثانيه بيبقى عندها مشاكل حاجات كتير. النادي الاهلي الحمد حتى لله حتى رغم الغيابات برضه يعني بنشوف النهارده اصابه محمد الشناوي هيغيب فتره، بنشوف برضه غياب قفشه، محمود وحيد كان يعني برضه حتى رغم الغيابات دي لكن لعيبه النادي الاهلي قادر. طبعا في لعيبه بتبقى مؤثره مفيش شك، طبعا مؤثره انها كقياده كفنيا اعالي كلعيب اساسي كل ده اكيد، بس النادي الاهلي دايما دايما بيبص لقدام ودايما بيبص اللي موجود قدامه، لان النادي الاهلي عمره ما بيقف على حد، ودايما النادي الاهلي قدراته اعلى من اي حد. عشان كده دايما يقول لك الاهلي فوق الجميع، لان هو فوق الجميع، لان هو الاهلي هيفضل هو الكبير دايما. انت اللي بتجري وراه، انت اللي لو وقعت انت اللي مش هتلحق دورك، فلازم تبقى دايما ماشي في القطر بالظبط كده عشان هيفوتك كتير يعني. طب شو بتشوف راي البعض اللي بيقول ان المباراه سهله وبطل النيجر والحرس الوطني، يعني يعني شايف الكلام ده ازاي ولعيبه النادي الاهلي تتعامل مع الكلام ده ازاي؟ طبعا اكيد اللعيبه مهتميه بالمباراه، لكن يعني مردود الكلام ده مفيش حاجه سهله. مفيش حاجه سهله بغض النظر حتى لو الاسم جديد عليك او مش جديد عليك او الاسم بالنسبه لك مش موجود على الساحه. لا مفيش مباراه سهله. انت ايش ضمنك ان انت تروح الحاله بتاعتك تبقى كويسه؟ وممكن يبقى هم الحاله بتاعتهم كويسه افضل منك. ايش ضمنك ان الكوره من الكور اللي احنا بنشوفها دايما بتيجي في المواقف الطريفه ان ممكن تلاقي كوره غريبه بتدخل فيك من اي حته، هوا من حكم من اي حاجه؟ لا وجاي من فتره توقف كمان، الدوري مش شغال، انت رجليك لسه يعني لسه جاي فتره ده اول حاجه ده اول حاجه يعني. فطبعا بص وارد كل شيء، فانت بقى تصد ده ان اللعيبه تبقى جاهزه، لعيبه محترمه الخصم جدا، لعيبه نازله بشخصيه قويه جدا، ان انا مباراه بالنسبه لي انا هخلصها في اول ربع ساعه عشان ابقى مستريح طول ال 90 دقيقه. فلازم اللعيبه مذاكره كويس قوي، تدريبه قويه جدا جدا للي جاي. صح. فمش هستنى كمان ابص ان انا اصل انا عندي المباراه الثانيه بعد كده في ملعبي. احنا قلنا بقى خلاص اتفقنا ان البطل بيدور على المباراه اللي بره الاول عليك. ما بستناش دي بناكد عليها يعني فعلا بناكد عليها. فشخصيه الاهلي من وانت هنا ومسافر خلاص وانت بتركب الطياره انت عندك مهمه، المهمه دي لازم اللي هو تروح هناك تكسب مكسب كويس عشان ترجع. الناس اصلا بتتمنى تصور معاك. يعني الناس والله في افريقيا بتتمنى تشوف الاهلي عشان تصور معايا، عشان تشوف اللعيبه، عشان تشوف الامكانيات اللي هي الكبيره قوي، لان الاهلي في افريقيا ده حاجه اسم كبير. اسم كبير طبعا يعني. واحنا بنتكلم عن بطوله 2001 و2001 دي اكيد طبعا من الذكريات اللي ما ننساهاش. كابتن هشام حنفي قول لنا ابرز ذكريات فيها بقى، خاصة مع مانويل جوزيه مع اللعيبة، المباراة اللي ما تقدرش تنساها. المباراة اللي ما انساهاش مباراة هما مباراتين اللي هي شبيبة القبائل تقريبا في الجزائر تقريبا كان الشبيبة صح؟ الشبيبة كسبنا 1-0 ابراهيم سعيد دي كانت صعبة جدا، دي صعبة جدا، وجوزيه اتنرفز في مع المسؤولين في الاستاد بعد المباراة ولا قبل المباراة؟ قبل المباراة. تعبونا جدا جدا في لان احنا كنا في مصر لا الماتش الاولاني كان هناك كسبنا 1-0، وكان الماتش ده بالنسبه لهم كان هم بينافسونا مع مع فرقه كمان مع بيترو اتلتيكو خسرنا احنا 4-2 4-2 هناك في انجولا صح؟ لا هنا خسرنا هنا 4-2 كسبنا هناك 3-1 مظبوط. عشان كده انا بقول لك اول ماتش لينا كان بيترو اتلتيكو هناك كسبنا 3-1 رجعنا رجعنا كسبنا ماتش على ملعبنا وطلعنا الجزائر كسبنا رجعنا اتغلبنا بيترو اتلتيكو 4-2 مع ان المباراه دي من احلى الماتشات اللي الاهلي عملها رغم الخساره احلى الماتشات. جوزيه طلع يمكن اتكلم معانا كويس جدا بعد ما احنا قلنا هي خناقه وطبعا 4-2 والاستاد متقفل و4-2 بتتغلب وانت كسبان 3-1 فاحنا فعلا ادينا المباراه دي كويس قوي قوي فهنينا بعد المباراه بشكل قوي حتى احنا استغربنا يعني لكن كان عندنا اصرار ان احنا نحقق البطوله يعني فعشان كده بقول لك مباراه الجزائر هناك الشبيبه رحنا لن ننساها بقى ليه؟ لان احنا نزلنا وصلنا قبل المباراه بساعه ونص كاي فرقه بتوصل قبل المباراه بساعه ونص بس الاجواء بتاعت الشمال الاجواء كانت صعبه جدا الاجواء بقى ايه اول حاجه ما رحناش من السكه بتاعتنا اللي احنا بنروح بيها الاستاد فدي كانت اول عائق ان انت رحت من طريق تاني خالص فرحت متاخر
فلما وصلت متاخر ما رحتش على اوضه اللبس على طول اللي انت قلعت فيها لما رحنا التمرينه، ما انت عارف انت ليك تمرينه واحده على الملعب الرئيسي. فعشان كده رحنا اول حاجه رحنا متاخر، بدل ما نروح قبلها بساعه ونص رحنا قبلها بساعه الا ربع. تخيل ساعه الا ربع وصلت الاستاد. حتى لدرجه ان هو كان عايز ياخد قرار نلبس في الاوتوبيس وتنرفز على الناس في الـ واحنا راكبين الاوتوبيس ان هو الناس اللي هم خط السير يعني. ولما وصلنا الملعب لا لقينا كمان بقى ان احنا داخلين على الاوضه قافلين الاوض بال بال بالاقفال. وقفنا خمس دقايق قبل ما جم وحد رد علينا وحد عبرنا قال لك لا ده انت هتقلعوا فوق. فوق فين؟ فوق في الدور الرابع في الاستاد يعني في اخر المدرج. طبعا اتعصب جدا الساعه الا ربع واللعيبه مش جاهزه، فاحنا عارف اللي هو ايه واحنا ماشيين في الطرقه بنلبس اسال فيها كل الناس اللي كانت موجوده فتنرفز جدا، ولدرجه ان طب ماشي خلاص في اسانسير هنا هياخدنا نطلع في الدور الرابع. قال لك لا الاسانسير واقف. فتخيل انت حضرتك بقى بتطلع مدرج كلها قبل المباراه، قبل المباراه حمل تاني قبل المباراه وانت طالع اربع ما بهزرش والله طلعت اربع مدرجات عشان تطلع الدور الرابع وطالع على السلم. فانت متخيل لدرجه ان هو كان عايز يقلعنا في تحت عند الملعب قال لك لا مش هينفع اصل انت المفروض تنزله مع الفرقه من الجانب الاخر للاستاد. عارف معاكسات جامده جدا جدا يعني بصراحه يعني. لكن الحمد لله حققنا الهدف. هو قال لنا كده قال لك بص مهما حد يعطلك انت عندك هدف فنكسب المباراه دي ولازم نرد عليهم بالمكسب، وكسبنا الحمد لله يعني. تمام، واحنا كل نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي يوم السبت ان شاء الله. كابتن هشام قبل الفاصل النهارده شفت قرعه الدوري الممتاز صح؟ حاجه جميله طبعا حاجه طبعاً. جميله يعني فعلا رابطه الانديه داخله بشكل قوي يعني. هسالك سؤال وهسالك عن الرابطه بعد الفاصل. هسالك سؤال دلوقتي قبل الفاصل، تعرف اول بطوله دوري ممتاز كانت في مصر سنه كام ومين اللي فاز بيها؟ اول بطوله الاهلي فاز فيها اول الاهلي طبعا لازم يكون الاهلي. لا الاهلي دي حقيقه. اول بطوله دوري ممتاز اقيمت سنه كام؟ مش عارف يعني 34 مش فاكر 48 48 48 نروح لفاصل. بعد الفاصل مستمرين في الحوار مع ضيفي الكابتن هشام حنفي.